لما بنيجي نتكلم عن حفلات الاوبرا على طول بيجي في بالنا المبنى العريق اللي موجود جنب كوبري قصر النيل. ما كانش يجي في خيالنا ابدا ان الصوره دي ممكن تتغير ونشوف حفلات في قلب الصعيد، في سوهاج وفي قنا، وقبلهم شفنا فعاليات ثقافيه في اسوان. عن كل هذه الفعاليات معانا الاستاذ محمد منير المتحدث الرسمي باسم وزاره الثقافه. صباح الخير عليك يا استاذ محمد. يا صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على مصر كلها وعلى كل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم. احنا امبارح اختتمنا فعاليات مهرجان ابي دوس، عايزين نتكلم مع حضرتك عن العروض وعن الاقبال الجماهيري كمان. لا انا عايز اتكلم عن اهلنا في محافظه سوهاج بجد، لان هم بطل المشهد الحقيقي في مهرجان ابي دوس. صحيح معالي وزير الثقافه الدكتوره ايناس عبد القايم والدكتور خالد عناني وزير السياحه والاثار، تعاون مؤسسات الدوله لدعم مشروعات التنميه وتنميه الانسان وبناء الانسان بتتم، يمكن في خلال اسبوعين كنا في 3 أو 4 محافظات في صعيد مصر. ولكن المشهد العظيم لاهلنا في محافظه سوهاج في قريه العرابه مع عند معبد ابي دوس كان مشهد اكثر من رائع. يعني حضرتك رصدنا كل الفئات العمريه اللي موجوده من اطفال، امبارح الاطفال بيقولوا لنا يعني هتيجوا تاني، فمعالي الوزيره قالت لهم احنا نكون على طول ان شاء الله، نكون معاكم على طول. ما هذا الاقبال الجماهير العظيم، الناس من كتر مساحه المعبد امتلأت، الناس كانت واقفه على اسطح البيوت وفي الشبابيك، وامهاتنا كانت واقفه بتستمتع. صحيح بنعرض احنا الصور دلوقتي. الكبير مدحت صالح كان موجود وكان متفائل بشكل اكتر وكان يعني مبسوط جدا ما هو موجود في يعني هذا المهرجان، وقبل منه الفنان الكبير علي الحجار، وقبل منه الفنان هشام عباس. عايز اقول حاله فنان مهرجان موسيقى عربيه لاهلنا في سوهاج، اهلنا في الصعيد، فما اجمل كمان المشهد لما حضرتك تشوف الفن والثقافه بتحتضن الحضاره والتاريخ في معبد ابي دوس، واحد من اهم واقدم معابد مصر. الصوره الحضاريه اللي اتنقلت للعالم كله من خلال هذا المهرجان، ناس كتير جدا ما كانتش عارفه معبد ابي دوس شافته وبدات تتعرف عليه النهارده، واحنا ماشيين يعني بيقولوا لنا ان الناس بدات كتير تتساءل ودخلوا على محرك البحث جوجل يدوروا على معبد ابي دوس ويعرفوا تاريخه. قبل منه الاسبوع اللي فات كنت معالي الوزيره مع معالي وزير السياحه والاثار كانوا موجودين في محافظه قنا في دندره، قبل منها كنا في التعامد في ابو سمبل، قبل منها كنا في محافظه بني سويف، ولسه ان شاء الله هنكون موجودين في كل شبر وفي كل حته في مصر ان شاء الله مع اهلنا. صحيح يا استاذ محمد، مساله اختيار الاماكن يعني بنتكلم في انه يعني ابي دوس ما كانش جوه دائره الضوء زي ما احنا بنقول كده، ما كانتش ناس كتير تعرفه. اختيار الاماكن بالضبط. اختيار الفنانين نجوم كبار زي مدحت صالح وهشام عباس والفنان الكبير علي الحجار، انه كل هذه الادوات ومصر تمتلك الكثير ايضا، والتفاعل الكبير اللي بيحصل من الناس لما بتحصل فعاليات زي دي، ازاي ده كله يخدم المجال السياحي؟ ما دعم مسارات التنميه للدوله المصريه بتنتهجها تمام بالقوه الناعمه لمصر، الفن والثقافه. الفن والثقافة قوة ناعمة ومؤثرة جدا ومؤثرة على أرض الواقع، ودي مهمة جدا، جزء من تكوين الشخصية المصرية. طب في طبيعة الشخصية المصرية موجودة من قديم الأزل الفن والثقافة، فاحنا هنا بندعم مسارات التنمية، أيضا تحقيق العدالة الثقافية. أنت النهاردة ما بقيتيش مركزية في أنت موجودة في القاهرة ولا حتى في مدينة سوهاج نفسها، ده أنت دخلت قرية من قرى سوهاج، دخلت قرية من قرى قنا، دخلت قرية من قرى الأقصر أو أسوان أو غيره. يعني عايز أقول لحضرتك أنت بدأتي توصلي النهاردة، يعني فكرة العدالة الثقافية دي استراتيجية دولة مصرية وبتنفذها وزارة الثقافة طبقا لعوامل كتير جدا، واهمها ان في دراسات بتتم على ارض الواقع وبنخش بنبتدي نخش. يعني المرة دي عملنا مهرجان، معالي الوزيرة يعني قالت هننفذ المهرجان، بدأنا دخلنا بمهرجان ابي دوس للموسيقى والغناء في الدورة الأولى، وده مستحدث حاجة جديدة، ولكن في الأعوام القادمة حضرتك هتلاقي معرض الحرف التراثية. احنا عارفين سوهاج مثلا فيها أخميم من أهم المدن الصناعية اللي بتقدم الحرف التراثية، عندنا في سوهاج هيبقى في معرض كبير للكتاب إن شاء الله، وفي العديد جدا عديد من الفعاليات الثقافية والأنشطة الإبداعية اللي هتقدم. لسه معالي الوزيره كانت بتتكلم مع سياده المحافظ بتقول له كمان هنقدم هنا ورش ابدا حلمك اللي هي تدريب الممثل الشامل على التمثيل او الاخراج او غيره. فعايز اقول لحضرتك كمان اختيار الفنانين واختيار الانشطه اللي بتقدم، ما هي دي معركه الوعي، هي دي الحقيقه. امبارح الناس يعني بيقولوا لنا انتوا جبتوا لنا كبار الفنانين، جبتوا لنا ناس مين كان يتخيل ان هيفتح الشباك بيت
هيلاقي واقف تحت مدحت صالح بيغني له في قريه من قرى صعيد مصر. وبعدين الناس يعني مش هنقول ان هي علي الحجار بيغني له تحت شباك بيته. تفاعل الناس وان كمان مع الثقافه والفن واهتمامهم وان هم يقفوا يرددوا. امبارح الفنان الكبير مدحت صالح بيختتم المهرجان باغنيه انا ابن مصر. شوفي الالاف اللي كانوا موجودين دول كلهم هم بيرددوا هذه الكلمه. خليني اقول كمان كلمه حق، ان وانا ماشي في محافظه سوهاج على طول الطريق شايف مشروعات، شايف حياه كريمه، شايف حاجه في نهضه بتحصل في الريف المصري. مشروع القرن حياه كريمه، المبادره الرئاسيه العظيمه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، عايز اقول ان مخليه اهلنا في الصعيد عندهم حاله التفاؤل والامل والجمال، وان هم عايزين يحافظوا على كل ما بيتم من مشروعات بجد في شغل على ارض على الارض. عظيم، مهم جدا جدا جدا. الجميل كمان ان مسرح المواجهه والتجوال شغال، المسارح المتنقله جت سوهاج وشغاله. يعني عايز اقول ان مش فكره كمان ان احنا بس حياه كريمه في ان احنا بنطور الريف المصري، لا كمان بنطور الانسان بشكل عام. طيب نتكلم بقى مع حضرتك عن دور ما يحدث. يعني احنا اخترنا معبد دندره وهو من المعابد المهمه جدا عند القدماء المصريين، اخترنا أبيدوس وهي مدينة مهمة جدا وكانت عاصمة مصر قبل الأسر، فدور اختيار ده في الترويج لمصر حضارية. بالظبط يا فندم، هو ده الهدف، هدف من الأهداف الرئيسية اللي هي أو المساهمة في التنمية السياحية لمصر بالقوة الناعمة. النهاردة حضرتك لما بتعمل مهرجان فني في قلعة صلاح الدين أو في معبد دندرة أو في معبد أبيدوس أو بعد كده على فكرة معالي الوزيرة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار هنروح تل بسطة في الشرقية، يمكن بنقول الكلام ده لأول مرة إن شاء الله بعد رمضان على طول إن شاء الله هنكون موجودين في تل بسطة في الشرقية. فإذا أنت حضرتك بتلقي الضوء على أماكن تاريخية وسياحية في مصر بهدف الترويج السياحي ليها، مهما عملنا مؤتمرات وقعدنا نتكلم مش أجمل صحيح. من إن أنت تعمل مهرجان فني فالعالم كله يشوف مصر، الأمان، الحضارة، الثقافة، الفن، الإبداع، الفكر، كل العوامل دي لما بتتجمع في مكان سياحي أو تاريخي وأثري تمام، أعتقد إن بتبقى في طفرة كبيرة جدا في إن هي تبتدي تسوق لها سياحيا للعالم كله. صحيح يا استاذ محمد، ومساله الفنون واحنا شعب يحب الفنون، ويمكن معظم الحاجات اللي بنتعلمها في حياتنا بنتعلمها من الدراما ومن الاغاني. مساله التاثير ده على الاجيال الصغيره وازاي الفن كقوه ناعمه ياثر على مساله بناء الانسان زي ما كنا بنتكلم، بناء البشر قبل الحجر، والتنسيق ما بينكم وما بين حياه كريمه ومؤسسات المجتمع المدني. احنا زي ما قلنا كده حياة كريمة ده مشروع القرن ومشروع الدولة المصرية، ولذلك كل تكاتف مؤسسات الدولة المصرية، مثلا احنا لازم نقول وزارة الثقافة معاها وزارة السياحة والآثار معاها محافظة سوهاج مثلا او محافظة هنا معاها وزارة الداخلية لتأمين الناس وترتيب الدخول والخروج. يعني عايز اقول ان كل المؤسسات هنا بتجتمع من بهدف واحد، تقديم منتج ثقافي جيد يليق بقيمة المواطن المصري. امبارح الأطفال، والله والله أنا بقول لكم الكلام ده وإحنا على الهوا وبقوله وكل الناس سامعيني، امبارح مشهد يمكن كان كاد أن يبكينا جميعا وإحنا ماشيين، فالأطفال اتلموا على معالي الوزيرة وسيادة المحافظ، فبيقولوا لمعالي الوزيرة هتيجوا تاني، فقلنا لهم إحنا معاكم على طول ومش هنسيبكم. فيعني عايز أقول لحضرتك التفاعل، شوفي الجيل الصغير ده لغاية الجيل الكبير، يعني أنتوا في صور منتشرة يمكن على السوشيال ميديا للناس وهي في العماير وعلى أسطح البيوت وهي واقفة. فعايز أقول لحضرتك في هذه الصور هتلاقي يعني أمهاتنا الكبار وأهالينا الكبار في السن، وهتلاقي الأطفال الصغيرين دول وهم موجودين كانوا واقفين مع الفنيين بتوع دار الأوبرا المصرية بيساعدوهم وعايزين يعملوا معاهم، فرحانين إن في حاجة في بلدهم. قد إيه أنت بتأثري في هذه الشخصية من الصغر، فبيفضل معاه ده. يعني زي ما احنا عندنا في خلفياتنا دايما ان احنا دايما نقول ايه، احنا واحنا صغيرين كانت كنا بنشوف في قصر الثقافه كده، شوفي ده هيطلع معاهم، وكمان بنبعدهم عن اي حد ممكن يسمم افكارهم. بنبعدهم اللي جه حضر حفله فنيه فسمع موسيقى وشاف فنان وشاف حاجات كتير جدا، فانت النهارده بتعمل تاسيس للشخصيه دي بشكل مختلف وبتخليه ان هو يجابه اي فكر متطرف او اي حد يحاول ان هو يغير في تفكيره. صحيح، بيتم توجيهه التوجيه الصحيح في الوقت المناسب في تشكيل فكره. بالظبط يا فندم، بالظبط. طيب يا فندم استاذ محمد، زي ما حضرتك قلت ان انتوا رايحين تل بسطة خلاص في الشرقيه بعد رمضان،
هل في مخططنا ان كل مثلا محافظه من المحافظات اللي كانت محرومه من الفعاليات الثقافيه يكون ليها مهرجان باسمها ويكون مهرجان سنوي بجانب طبعا العروض المتنقله؟ بالظبط يا فندم، المسارح المتنقله يمكن في 6 مسارح متنقله تابعين للهيئه العامه لقصور الثقافه، معالي الوزيره بتوجههم دايما للدخول في كل الاماكن وقرى ونجوع مصر، وجاري حاليا اعداد 8 سيارات متنقله جديده ان شاء الله هتكون موجوده في بيتم تصنيعها مع وزاره الانتاج الحربي، يعني بنجهزها ان شاء الله الهيئه العربيه والهيئه العربيه ان شاء الله بيتم تجهيزها كمان علشان تطوف كل محافظات مصر، فيصبح عندنا 14 سياره متنقله باحجام مختلفه منها يقدر ان هو يخش في القرى والنجوع، وبعضها ان شاء الله يكون في الميادين العامه وفي المدن الكبرى. استاذ محمد منير المتحدث الرسمي باسم وزاره الثقافه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. طبعا هي مشاهد اهالينا وهم واقفين بيتفرجوا على الحفلات لكل النجوم علي الحجار ومدحت صالح وهشام عباس، مشاهد الحقيقه يعني تشرح، الناس محتاجه تفرح ومحتاجه تحس انه الفن دايما زي ما احنا بنقول ومتعودين نقول رساله، تحس ان الرساله دي واصله لهم في كل حته. لما كنا بنتكلم عن عداله ثقافيه يحس بيها الكبير والصغير كنا بنتكلم على حاجات شبه الحاجات دي. الحقيقه انه وزاره الثقافه ليها جهود كبيره جدا في الصعيد، انا تقريبا ما روحتش مره اسوان غير وكانت سعاده الوزيره موجوده هناك. مساله الوصول لكل يعني حته في البلد والوصول للاجيال الصغيره، فرحه الاجيال الصغيره باللي بيحصل ده، انت بتنقل لهم حفلات دار الاوبرا لحد عندهم. فدي مسألة غاية في الأهمية الحقيقة، وتأثير ده الثقافي عليهم في مسألة وعيهم، في مسألة أنهم يعرفوا أن الدولة مهتمة بيهم مش بس في التعليم وفي الصحة، لا كمان حتى في الثقافة وفي الفنون، مسألة غاية في الأهمية. كل تأكيد يا هدير، وزي ما كنا بنتكلم أن ده ارتقاء بالوجدان، إعادة تشكيل الوعي مرة تانية للأطفال. احنا شفنا أنه في مجهودات الدولة بتتحرك فيها في بناء الإنسان، ده طبعا ضمن خطة الدولة ومبادرة حياة كريمة لتشكيل وعي المواطنين، وشفنا إقبال الناس عامل إزاي. شفنا كمان على وجه الآخر إن احنا بنروج لوجهة مصر الحضرية، احنا عندنا وجهة حضرية الحقيقي يعني بنتشرف بيها، فلازم الناس كلها تعرفها ولازم الناس كلها نحاول نروج لها قدر الامكان، وده اللي بيحصل من خلال مثل هذه الفعاليات الفنيه والثقافيه. كنا دايما بنشتكي كده لفتره من الفترات انه الاجيال اللي طالعه جديده دي وعيها مش احسن حاجه، محتاجين حد ينمي مهاراتهم يديهم يثقفهم ينورهم، لكن الدور هذه العروض اللي بتقدم وان فكره ان يكون في مهرجانات ومهرجانات سنويه، يعني دندره دي تاني سنه لأبي دوس دي اول سنه، وده طبعا هيبقى مهرجان سنوي، فاعتقد ان دي حاجه مهمه جدا في اعاده تشكيل الوعي والوجدان مره اخرى.